التجسيم، تجسيم هذا ما ورد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، إنما هو لفظ من عندهم. هم يقولون لا، هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا لجسم، والأجسام متشابهة فينفونها عن الله، ينفونها عن الله ويسمونها تجسيم. أثبت لله الجسم لأن هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا لجسم. نقول هذا من عندكم، هذا من عندكم. التجسيم ما ورد لا إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة بالمجسمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات لله ويقولون هذه ما، هذه الأسماء والصفات ما تكون إلا للجسم، ينفونها عن الله جل وعلا. هات لي آية أو حديث فيها نفي التشبيه، نفي التجسيم أو إثبات التجسيم. هذه لفظة مبتدعة من عندهم، هم يبتدعون أشياء ويجعلونها قاعدة ينفون بها أسماء الله وصفاته. نعم.